السؤال القادم: كيف يعيش الإنسان في مجتمع مليء بسوء الخلق؟ يكون حسن الخلق. صعبة. أصل فكرة إنه المجتمع سيء الخلق فأنا غصبا عني حبقى سيء الخلق قديمة ولا لا يا شباب؟ قديمة. اللي يريد يكون صادق مع نفسه يدرك أنها فكرة باطلة. نعم الإنسان يتأثر بمجتمعه، لهذا نقول الصحبة الصالحة، لكن الإنسان لا يرضى أن يكون إمعة، لا يكون أحدكم إمعة، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أساء. لا. طيب إذا المجتمع كثر فيه سوء الأخلاق، كثر أنت من حسن الأخلاق. ما هم يقولون أن الظلام كله لا يستطيع أن يطفئ شمعة، ويقولون هكذا. طب كن أنت الشمعة، كن أنت السراج، أصر في معركتك على أن تثبت على حسن الخلق. كلمك أحدهم ببذاءة رد عليه بأدب. على فكرة البعض يظن أن هذا ضعفا، صح؟ صح؟ البعض، بعض المجتمعات تنظر إلى أنه اللي لو حد شتمك ورديت عليه بالأدب معناه أنت ضعيف، هو تعدى عليك وأنت ما خدتش حقك منه يبقى أنت ملطشة، صح؟ بس على فكرة الكلام ده غلط. ليش؟ لأن الذي يستطيع أن يقابل الإساءة بالإحسان إنسان قوي جدا. ما الدليل؟ الدليل على ذلك أنها صعبة. هل الضعف صعب؟ الضعف سهل، لكن القوة هي اللي صعبة. فالدليل على أن مقابلة الإساءة بالإحسان قوة مش ضعف أنها صعبة على النفوس، صعبة على النفوس. إذا الله سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وإيش؟ إلا الذين صبروا، معناها أنها صعبة ولا لا؟ سبحان الله. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله يوعدك أنك لو دفعت بالتي هي أحسن هذا اللي يعاديك بيتحول إلى صاحب، يتحول إلى إنسان محترم معك. يقول أنا جربت وما حصلش، يقول لا أنت ما دفعت، صدق الله وكذبت بطن أخيك. ادفع بالتي هي أحسن، ابحث عن معنى الدفع بالتي هي أحسن، وهي القوة، وهي القوة، وهي القوة، وهي القوة.